تعالوا نشوف تقرير عن مانشستر سيتي وجوارديولا ونرجع نكمل كلام. هل جربت يوما أن تحلم بشيء لمدة 32 يوما متواصلا قبل أن يظهر شبح ويخطف هذا الحلم ويحوله إلى كابوس؟ هذا تحديدا ما قام به بيب جوارديولا مع أرسنال ومن قبله مع ليفربول. أهلا بكم في البريمير ليج الذي احتكره جوارديولا بلا هوادة أو رحمة. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي، عنوان أصبح طبيعياً لدى الجميع خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد وصول بيب جوارديولا إلى إنجلترا، حيث حقق لقب البطولة الأكثر تنافسية والأصعب على مستوى العالم البريمير ليج في 5 مواسم من أصل 7 خاضها، وهذا أمر لو تعلمون عظيم. جوارديولا الذي وصل إلى مانشستر سيتي مطلع موسم 2016-2017 ليكون أول مواسمه في الدوري الإنجليزي كارثياً، وعلى عكس المتوقع بعدما أنهى البطولة في المركز الرابع وكانت مشاركته في ليالي الأبطال مهددة في الأساس، وتكبد العديد من الخسائر الكبيرة أبرزها على يد إيفرتون برباعية نظيفة، لتبدأ حملة التشكيك الضخمة في قدرات الإسباني على مجابهة المنافسة القوية في البريمير ليج، ويتم ابتكار الجملة الشهيرة حينها: أهلا بك في دوري لا يوجد به إسبانيول ولا ختافي. رد جوارديولا جاء قاسيا في الملعب ولسنوات طويلة داخل ملاعب الدوري الأصعب في العالم، ليأكل الأخضر واليابس ويسيطر على اللقب لمدة 5 مواسم من أصل 6، من بينها ثلاثية متتالية. أرقام كانت في السابق ستكون إعجازية في الدوري الإنجليزي، لكن بيب جعلها طبيعية ومنطقية للجماهير، وأصبح الطبيعي هو تحقيق مانشستر سيتي لقب الدوري. أما المفاجأة هو خسارته طالما يتواجد جوارديولا على رأس القيادة الفنية. بات جوارديولا الكابوس الذي حل على أندية البريمير ليج، فمن ينسى ما قام به مع ليفربول كلوب والذي وصل إلى 97 نقطة ولكنه لم يحصل على لقب الدوري الإنجليزي لأنه يواجه وحشا كاسرا يسمى السيتي. ثم كرر السيناريو مجددا بعدما حصل 92 نقطة جعلته بطلا في أي دوري وأي موسم، لكن الأهم ألا يوجد به جوارديولا الذي حرمه مجددا في الدوري. هيمنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا تستطيع خلالها لوم المنافسين. أرتيتا لم يسلم أيضا من بطش جوارديولا بأحلام أندية الدوري الإنجليزي، فأرسنال الذي صنع موسما رائعا واحتل صدارة الدوري لمدة 32 أسبوعا تقريبا خسر كل شيء لمجرد تذبذب المستوى. يحدث ذلك لكل فرق العالم في 3 أسابيع، لكن مع جوارديولا لا يمكن أن تغفو ولو للحظة، لأنه ينتظر كل فرصة للانقباض على اللقب، وهذا ما حدث بالفعل. ما فعله بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي وتحويله الفوز باللقب من إنجاز كبير يحتفي به الجميع إلى مجرد أمر عادي، ما هو إلا دليل على عظمة المدرب الإسباني وقوة وشراسة المشروع الذي أعده في مانشستر سيتي. والآن حان وقت رفع ذات الأذنين التي تمردت كثيرا على مانشستر سيتي، فهل تسير الأمور كما خطط لها؟